شوف الموت، شفنا الموت بالالوان، خشوا رجعت الدبابات عجبنا هنا، شفنا كل شيء بالالوان، يعني شيء يعني جماعة ضرب عشوائي، طخ عشوائي، قتل عشوائي، جايين يقتلوا يروحوا بس خربان ديار، نكبة انتكبنا، يعني جايين بس يقتلوا اطفال، نساء، شيوخ، اي حد، في حمام، في مدرسة، في مستشفى، في شارع، في اي مكان، قتلونا، جايين يقتلوا بس 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 جايين يقتلوا. كيف دخلوا؟ مش عارفين، فش على غير الدبابات وقروص في الغرفة، انا لقيت القديم تقص علينا في الشباك، سحبت كيف سحبت عنا، عملت على الدرج، اسحب لحد نزلت تحت، لما نحن وحطينا حالنا في نص البيت، اطفال، نساء، مش حالي 30 40 واحد معايا، اشي فوق الخيال، ناس جاي تقتلوا بس للقتل، اطفال، نساء، شيوخ، تعرفش ليش اجوا؟ تعرفش ليش انقتلت؟ تعرفش ليش بدهم يقتلوك؟ تعرفش انت طلعونا من كل عقولنا، ما خلوش لنا عقل. اسرائيل بتقول انها تخفف العمليات العسكريه، اي تخفيف؟ هذول التخفيف، مالناش غير الله بس، كنا نستنجد الله بس، الله نجانا بس، الله اللي نجانا بس.